إلى مولاي وشيخي وأستاذي الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء مصر. عجيب الزمان بمصر، أموال القصيدة. عجيب الزمان بمصر، عجيب الزمان بمصر فطرة، وهم متألقون سابقون بأزهرنا بأزهرنا. لقد خار الإله إماما هاديا للمسلمين، به كنز التسامح والسماحة، به كنز التسامح والسماحة، وأخلاق تزين الصالحين. إمام عادل في القول حقا، وشيخ عمدة للقاصدين. بأحمد طيب سميد شيخي، بأحمد طيب سميد شيخي، لتبقى طيبا في الحامدين. أيا رمز التسامح كن دواما، أيا رمز التسامح كن دواما، كريما منقذا للحائزين. بقلم محمد الرابع بن نور الدين حسن، خريج دار الإسراء والمعراج أبوجا نيجيريا، والطالب بالأزهر الشريف. أطال الله عمر مولانا وشيخنا وأستاذنا وإمامنا وإمام المسلمين الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين.